أهلا وسهلا فيكم جديد. شفنا هذه اللقطات الجميلة من العقبة وإن شاء الله يا رب هيك بعد ما نخلص من الكورونا نرجع للمناخ والأجواء. بتخيل درجة حرارة بالعقبة هلأ غير شكل. هلأ شوف هي لطيفة جدا يعني هلأ طبيعي. خرج اللي بده يطلع هلأ بروح على العقبة. وبعدين إحنا هاي السنة السياحة الداخلية كانت على يعني بشكل كثير كبير وعالي، وكنا نشوف كل الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي كل أسبوع بنزلوا يا عقبة يا بطلعوا البتراء يا بروحوا على وادي رم. شفت ميت سور شو حكت لك بالهيفيز؟ ما سمعت صراحة. حكيتوا كثير اليوم اختصروا. خلص طبعا نتحدث عن فقرة التغذية لليوم. رح نحكي عن خرافات كاثية يعني بعالم التغذية مع رهف سمارة. هذه خرافات رح نعرفها مع بعض. احنا حابين هيك نحكي لك الخرافة وانت تحكي لنا شو هي، او ممكن يعني في حال ما تطرقنا لبعض الخرافات. كثير في ناس عم بتتبعوا برامج غذائية، عم بتتبعوا مواضيع معينة ممكن تكون غير صحيحة. مزبوط. فحابين نعرف منك اليوم. تمام. هلا اول شيء في البدايه خلينا نوضح شو المقصود بالخرافات التغذويه لبعض الاشخاص اللي ما بيعرفوا. هي معلومات تغذويه وصحيه انتشرت بشكل كثير كبير لدرجه انها صارت شبه حقيقيه، صارت مصدقه من عند الاغلبيه طبعا بسبب تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، والاغلبيه ما بيرجعوا يتاكدوا من المعلومات اللي بيقراوها من شخص مختص. صارت هاي الاشياء منتشره والاغلبيه عم بتطبقها مثل ما احنا بنعرف وهلا عم بنشوف. هلا بتنقسم لكثير عنا اقسام، منها انه عم تطلع خرافات عن اغذيه معينه او اكلات معينه بانها مضره او مفيده. صح. اوكي. هلا مثل اكثر شيء اكيد هي كلكم سمعتوها انه البندوره بتحب السوائل. هلا طبعا هاي الشغله غلط، ودائما اي شخص بيجي بده يتبع نظام غذائي بده يخفف وزن دغري بحكي له اقطع البندوره والجرجير. هاي الشغله طبعا غلط. هلا البندوره نحن ما بنخاف منها، بالعكس بيقدروا ياخذوها. اللي بتخوف اللي هي صلصات البندوره ممكن. الاشياء هاي بيكون فيها نسبه الصوديوم عاليه. وما بيكون الضرر على الاشخاص الصحيين، بيكون الضرر على الاشخاص اللي اساسا لم ينتبهوا على كميه الصوديوم اللي بياخذوها. اللي عندهم مشاكل صحيه، ارتفاع ضغط الدم، مشاكل في القلب والكلى وهاي الاشياء. اما الاشخاص العاديين فما في مشكله. طبعا اكثر شيء منتشر الخرافات اللي لها دخل بتنزيل الوزن. والناس دائما بتدور على الحل البسيط والحل السهل بتروح له. في مثلا نحن شوفي المشكله صاروا بالمؤثرين او المشاهير على السوشيال ميديا بعطوا فكره خاطئه انه خلص هذا الحل، بالاسبوع بتنزل 4-5 كيلو او مثلا باليوم بتنام تصحى بتنزل 5 كيلو. صح. هذا المرات نوعيه المعلومات اللي عم بنقدمها كاشخاص موجودين على السوشيال ميديا قديش بتضر يعني هي المرحله الفتيه خلينا نحكي اللي عم بيتابعوهم، او مثلا الصبايا او الشباب اللي واصلين لحاله ياس بدهم ينزلوا وزنهم، فلقوا مثلا المؤثر الفلاني او المشهور على السوشيال ميديا هو اعطانا هذا التبس. مزبوط. هلا الاشياء طبعا لها دخل بتخفيف الوزن بتلاقيها بتنقسم شغلتين، شيء بيقول لك انه خذ هذا بحرق الدهون، وشيء بيحكي لك اتبع هاي الحميه بتنزلك وزن بشكل سريع. صح، انا ممكن اني انزل وزن بشكل سريع، بس شوفي على المدى البعيد شو رح يصير في عندي اثار جانبيه تكون سلبيه على الشخص، من نقص فيتامينات، معادن، عندنا الصبايا اول شيء الشعر بصير يوقع. صح. بالذات بالكيتو الشعر كثير، انا عم بسمع من اشخاص استمروا عليه لفتره اكثر من 3 أشهر صار في تساقط في الشعر. هو يعني بنعتبره لفتره مؤقته. ممكن انا اتبعه شهر شهرين ينزل لي وزني في حق. هو بالاساس كانوا يستخدموه لعلاج الصرع. صح. هو هيك طلع الكيتو اللي كلنا بنعرف انه هو بيعتمد على نسبه الدهون العاليه 75% و25 بروتين و5% سوري 20 بروتين و5% للنشويات. تمام. هلا كمان كثير بنسمع على الاشياء اللي بتحرق الدهون انه خذ هذا رح يحرق الدهون او بيساعد على حرق الدهون. شاي اخضر مثلا تكون مثلا ما كلك كثير منسف شاي اخضر، او مثلا مشروب غازي مثلا دايت. بالضبط. نحن عندنا بعدين على شو اكثر شيء بعد المنسف الشاي الاخضر. ليه ما بعرف وبعد صحن كنافه بدك تشرب. بالضبط. طيب حاب اسال سؤال. في خرافه بتحكي بانه السكر يؤدي الى الاصابه بمرض السكري. مرض السكري. اوكي. هلا في كثير دراسات انعملت لقت انه ممكن الاشخاص اللي هم اساسا عرضه لانهم ينصابوا بالسكري ممكن هذا الشيء يكون العامل من اللي بتسبب، بس في كثير ناس بالعكس انه بياخذوا اشخاص صحيين بياخذوا سكر بس ما بصير في عندهم السكري. بدنا ننتبه على الكميه اهم شيء. كمان على موضوع السكر هلا كثير عم بيعملوا اللي بيعملوا حميه غذائيه انه حلي بمعلقه عسل اقل سعرات من السكر. طبعا هذا الشيء العكس، معلقه العسل اللي هي الصغيره معلقه الشاي فيها 64 سعره حراريه، اما معلقه السكر فيها 48 سعره حراريه. بس من ناحيه صحيه اكيد العسل له فوائد اكثر. أوكي. بس كتخفيف سعرات حراريه لا.
والسكر البني كمان مثلا. والسكر البني هو بس بفرق عن السكر الابيض بانه هو عمليات التكرير صارت له بشكل اقل. أوه. يعني السكر الابيض مكرر اكثر منه بس مش اكثر. هاي هو الفرق بينهم. عن الشاي الاخضر ما حكينا كثير ضروري نحكيها، انه عملوا كثير على دراسات لقوا فعلا نتائج ايجابيه لإله، انه هو ممكن بيساعد او بيزيد من عمليه الحرق. بس متى بيساعد؟ في حاله الشخص اساسا كان عم بيتبع نظام غذائي قليل في السعرات الحرارية، عم بمارس الرياضة، عم بشرب مي بكميات كافية، مش أنه أنا باخذ بعد الوجبات الدسمة فبنحف. وكان تأثيره لقوه على المدى البعيد، يعني هو مش من أول شهر بجيب نتيجة، تقريبا بس بنسبة 3%. فهو أساسا مو هالتأثير الكبير. صح. هو أكيد بزيد من الحرق بساعد، بس في حالة الشخص كان أساسا متبع الشغلات اللي حكينا عنها. نعم تمام. طيب رحف بيقول لك في خرافة أنا بارح أتجنب القمح لأنه غير صحي. اوكي مزبوط. هاي كثير انتشرت انه الحبوب القمح غير صحي، فالناس بتروح للحبوب الكامله. هو ممكن بيكون يعني بياثر على الناس اللي عندهم حساسيه من الجلوتين، الحساسيه بالقمح. هدول الناس او السيلياك ديزيز ممكن ياثر عليهم، بس الاشخاص العاديين لا. وبتلاقيهم كمان بيعملوا انه حميه، انه انا قطعت النشويات، قطعت خبز ورز على موضوع القمح، بفترضوا انه انا هيك خلص يعني ما عم باخذ نشويات. طبعا هو بتيجي بتساله طب شو كنت عم تاكل، تكتشف انه في كثير اشياء فيها نشويات وهو مو عارف. دائما احنا ظلمين الخبز والرز. اوكي. في النشويات موجوده بالخضروات، الذره كثير فيها نشويات، موجوده في البقوليات، في العدس، في الحمص، في الفاصوليا كثير موجوده، الفاصوليا البيضاء، اكيد المعكرونه. فنفس الشيء هاي على مبدا الحميات اللي كثير هلا الناس عم تتبعها عشان تخسر وزن. بحكي لك انا باخذ شوفان الصبح على الفطور، بشبع، بنزل لي وزني، ومثلا هو مثلا والشيا سيدز او الحبوب الشيا هدول يعني اوكي هم مفيدين بس لمرحله معينه، او كيف بدنا يعني النوعيه او كيفيه استخدامهم؟ هلا هو مزبوط بقدر استخدمهم اني اخفف وزن، هم كبديل. اوكي اذا انا اعتبرت حالي عم ببدل الخبز الصبح بالشوفان ما في مشكله كبديل صحي، بس انا لسه في عندي مصدر للنشويات. فهي هاي المعتقد الخاطئ عند الناس، يعني بياخذوا الشغلات بشكل حرفي. هي الشغلات مش بشكل حرفي يعني ابدا. حتى نحن هلا بزمن الكورونا صارت تنتشر انه هاي الاكله بتمنع الاصابه بكورونا. اوكي في شغلات بترفع المناعه، الثوم، الزنجبيل، هاي الشغلات، بس هي ما بتمنع الاصابه. يعني ممكن الشخص يكون ماخذ احتياطه منها صار معه ويصير معه بالضبط انه ينصاب هذا الشخص. صح. نعم. رهف، تناول الطعام بعد الساعه 7 مساء يزيد من الوزن. هاي معلومة غلط. كالوريز دونت نو تايم، السعرات الحرارية ما بتعرف الوقت. ممكن أنا قبل الساعة 7 أكون ماخذ أكثر من احتياجاتي اليومية. صح. وبرضه رح يصير في عندي زيادة وزن. الشغلة كلها بترجع لمحصلة السعرات الحرارية اللي نحن أخذناها بآخر هذا اليوم. نعم. خلينا نحكي كمان عن شيء كثير مهم هلا، إنه عم باخذ كل شيء ما في سكر. رح ينزل وزني ورح يثبت. مدى صحة هذا الموضوع؟ لأنه في مرات قرأت مرة دراسة أنه في بعض المنتجات المحطوط عليها شوغر فري أو مثلا خالي من السكر فيها سكر. مزبوط. فيعني وين نروح في حالنا؟ مزبوط. قبل فترة نحن في دوامنا بشغلنا نفس الشيء بنحكي لهم، لما تلاقوا منتج خارجي ابعثوا لنا النيوتريشن فاكتس الليبل اللي عليه ورا نتاكد انه عن جد. فبعثت لي انه هذا ما في سكر. طب في المقابل بالضبط في عندي كربوهيدرات كأنه كان فيها نسبة 8 جرام لكل إشي معين من المل. طب الكربوهيدرات ما هي فيها نسبة عالية من السكر. نحن ماشي مو حاطين السكر بشكل مباشر، بس فيه بيكون لساته سكر. فهاي الأشياء اللي بتكون محطوط عليها ما فيها سكر مش بالضرورة إنها تكون مصدقة 100%. فعشان هيك نحن بنحكي نرجع نتأكد ونقرأ أو نسأل شخص مختص. تمام. نعم. في عندك المواد الدهنية ضارة. شو رأيك؟ رأيي أكيد إنه غلط. أكيد في عنا دهون بتكون ضارة، بس الدهون تعتبر من المصادر الأساسية أو من مثلها مثل الكربوهيدرات، مثلها مثل البروتين، عنصر أساسي. بس نحن دائما نأخذ الدهون من مصادرها الصحية، من المكسرات، من الأفوكادو، من السمك. نحاول إنه بالعكس هي لها كتير فوائد، نحاول نأخذها من مصادرها الصحية بالنسب المطلوبة. نعم. توازن. بنشوف في بعض الأشخاص بيجي بحكي لك أنا بديش أخذ حليب لأنه الحليب بيزيد الوزن. بيروح مثلا على حليب جوز الهند، على حليب الصويا، اللوز، الجوز، الرز. طب ما هي فيها سعرات حرارية. مزبوط. بتنصح أكثر، فتحكينا عن هذا الموضوع. كمان شغلة بيروحوا كمان لحليب قليل الدسم أو خالي كمان. مزبوط. إحنا صحيح بنشيل منه نسبة الدهون، بس هم بيعوضوه بالسكر.
يعني انا لما اشيل الدهون من الحليب عم بعوضه بالسكر. فنفس الشيء هلا ممكن انا اني اكون طب خدت علا جهزه فرن الشيف علا عم بيزمل فنفس الشيء ممكن انه انا عم بكون بلجا لبديل من ناحيه صحيه ممكن بس من ناحيه انه هيك عشان انحف هاي اللي هون بتصير عندنا الاشكاليه هون طبعا. الغلط مش عشان انحف اوكي كبديل صحي احسن اوكي نعم طيب رهف حدثنا يمكن شوي او لا اذا كنت ترغب في انقاص الوزن ابتعد عن الكربوهيدرات نفس الشيء مزبوط انه نبتعد عن الكربوهيدرات اكيد النشويات لما نخففها بصير في عندنا نزول بالوزن بس مش مثل ما الناس هي فهمتها بالمعنى الحرفي مثل ما هلا حكيت قطعت خبز ورز بالمقابل بتلاقي في كتير اشياء تانية فيها برضه مصدر للكربوهيدرات بس كنظام صحي اذا انا كنت عم بخفف كربوهيدرات ببدائل صحيه صح رح يعطيني نتيجه ورح يكون في عندي نزول في الوزن هذا نحن اساسا بنعتبره صحي اني اقلل الكربوهيدرات وازيد البروتين تمام في كمان مقولة بتحكي لك إنه مثلاً الأشياء ال ready to eat يعني الأشياء الجاهزة للأكل بنحطها بالمايكروويف بتكون أكل شو ما كان نوعه بتحطه بالمايكروويف تصير هاي الوجبة بتحكي لك ما أنا بأكل هذا صحي ما هو طب ما أنا مثلاً ماكلة معكرونة أو ماكلة رز مع صوص أو كمان نأخذ الموضوع الأكلات الجاهزة مثلاً تشيكن ناجتس الهامبرجر الهوت دوغز هدول بتحكي لك ما أنا بعمله بالبيت طب هو على الاير فراير مثلا تحكي لنا عن هدول الموضوع يعني. هاي الاشياء المصنعه غالبا بيكون الاغلب فيها مواد حافظه المواد الحافظه هاي لحالها رح تعمل كثير مشاكل ولها اضرار كثير طبعا نفس الشيء على اللي قلتي اللي احنا بنقليها بالبيت انا اوريدي عم بستخدم زيت حتى لو كان الزيت الصحي او زيت زيتون نحن كمان عم بنزيد سعرات حراريه بعمليه القلي غير اضرارها الصحيه ممكن تكون يعتبروها شوي مسرطنة بعد القلي لما نقلي أكثر من مرة هاي الأشياء كمان نحاول نخفف منها وطبعا هاي الأشياء كلها بتزيد بالسعرات الحرارية فيها زيادة سعرات حرارية فرح تؤدي إلى زيادة الوزن فحتى لو أنا بعملها بالبيت لا هاي الأشياء المصنعة بتزيد الوزن وما بفرق نوع الزيت بحكي لك زيت الزيتون أقل سعرات الزيت مثلا النباتي أو مثلا تبع القلي غير لا هو نحن بنفضل زيت الزيتون بس إنه يكون بكميات معقولة برضه بالضبط كله بده توازن طيب رهف تحبي تحكي لنا شوي عن الصيام المتقطع اوكي هلا الصيام المتقطع اول شيء اكثر شيء شائع فكره غلط انه هو حميه غذائيه هو مش حميه غذائيه أوكي. هو تكنيك طبعا. انا بقدر اضيف حياه تكنيك بالضبط شغلي بقدر اضيفها على النظام الغذائي يعني اذا انا كنت بدي افطر من الساعه كذا للساعه كذا مش معناها انه خلال ساعات الافطار بقدر اكل شو ما بدي بسعرات حراريه مفتوحه برضه هون ما رح الاقي نتيجه ما رح يصير في نزول وزن فهو مش حميه غذائيه في المعنى الحرفي هو اسلوب ممكن انا اضيفه على الحميه الغذائيه اللي اساسا محسوبه في السعرات الحراريه تمام بهاي الطريقه بلاقي نزول في الوزن تمام نفس الشيء الكيتو كمان انه بيصيروا يحكوا انه انا بس عم باكل دهون فبصيروا ياكلوا كثير كميات عاليه من الدهون برضه انت هون ما حتلاقي نزول في الوزن حتى الجبن الصفراء كثير بياخذوها بالكيتو بيعتبروها انه هي المصدر الاساسي للدهون بس هي فيها نسبه عاليه من البروتين كمان فيها نسبه من الكربوهيدرات نعم بنشوف مثلا في بعض الاشخاص بيجي بيحكي لك انا باكل خضره انا باكل خضره ما راح انصح مع انه باكل مع الخضره عم بيزيد وزنه مزبوط بحكي لنا عن هاي الموضوع مش دائما الاكل الصحي يعني انا ما راح انصح بالعكس ممكن حدا يكون ماشي على أكل صحي ويزيد وزنه الموضوع بيرجع للكميات وعدد السعرات الحرارية اللي أنا بأخذها باليوم لما بدي أخفف وزن بدي أقلل من السعرات الحرارية اللي لازمتني بهذا اليوم تمام في شغلة حابة أحكيها لأن سمعتها كمان على السلوكيات اللي هلأ طالعة مثل ما تأكل بعد الساعة 7 أنه ما تشرب مي مع الأكل بعمل كرش وانت عم تاكل ما تشرب معها مي او المي البارده بتعمل كرش بس الفاتره لا طيب هاي الشغلات برضه غلط وكثير عم بسمعها لا او كثير منتشره هلا بالعكس يعني شرب المي مع الاكل ما بياثر على انزيمات الهضم بضل الاكل بنهضم بالطريقه الصحيحه اما شرب العصير والمشروبات الغازيه هون انا عم بكون عم بزيد السعرات الحراريه في وجبتي اساسا وبزيد السكر يعني في سؤال مش قادر ما اساله من مخرجنا عن موضوع الجبنه البلديه بنعرف الاملاح بشكل عام العاليه بتضر عاده الجسم خصوصا للناس اللي عندها ضغط او الناس اللي بتعاني من مشاكل او امراض مزمنه نتحدث عن هذا الموضوع موضوع الاملاح او الاكل اللي فيه ملح اوكي هلا نحن طبعا الاشخاص اللي عندهم اساسا مشاكل او لازم ينتبهوا مثل ما حكينا على كميه الصوديوم بجسمهم هذول بدهم ينتبهوا من الشغلات اللي بتكون فيها املاح الاكلات الجاهزه المصنعه رب البندوره مثل ما حكينا قبل شوي او صلصات البندوره هاي الشغلات اللي فيها نسبه املاح عاليه بدهم ينتبهوا منها تمام اما الاشخاص اللي ما عندهم اي مشاكل صحيه ما في ارتفاع في ناس بتضيف ملح يعني اقول لك شغله انا من الناس اللي لازم ارش رشه ملح لو عشان في ملح بالاكل لا لو في ملح خلاص هلا كمان في كثير كانوا يحكوا انه كانوا يحكوا انه
ملح الهيمالايا مفيد اكثر وملح الجاي على زهري اكثر. كله نفس الشيء، ما ما بياثر على بعض، ما بياثر بالضبط. طب المخللات كمان قديش مثلا فيها املاح وفيها بتحبس سوائل بالجسم وممكن تزيد من الوزن؟ مزبوط، الاملاح فيها نسبه عاليه من المخللات فيها نسبة عالية من الأملاح، فلازم الأشخاص ينتبهوا لها. بس مثل ما حكينا بحلقة سابقة إنه احتباس السوائل هو بيكون أساساً جاي من مشاكل صحية، غالباً ما بيكون أكيد عند الأشخاص الصحيين. أكيد أكيد. بدنا نشكرك رهاف، يعني إحنا اليوم الشيف علينا يروح عن مثل وصفتين يعني صحيات. شفنا جبل ملح، نعرف شو في جوا الجبل. أكيد. شكراً رهاف. أهلاً وسهلاً. يعني هيك رح نطلع مع فاصل، ومتابعين خليكم معنا.